مساء النور والبركة، النشرة الإخبارية من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. ابن فرحان في دمشق بعد أيام من زيارة المقداد لجدة. استمرار المواجهات في أرجاء الخرطوم والوضع في مشافي العاصمة حرج مع النقص في الإمدادات. في سياق التفتيش المفاجئ، الدفاع الروسية تعلن نشر الغواصات النووية الاستراتيجية في المحيط الهادئ. مع وصول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق، وذلك بعد أيام على دعوة من فرحان لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد لزيارة جدة لأول مرة منذ أكثر من 12 عاما. لفت مراقبون إلى أن الزيارة تأتي استكمالا لما تم بحثه في جدة، خاصة وأن المباحثات تناولت الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية وتسهيل عودة اللاجئين وتأمين وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة في سوريا حسب بيان الخارجية السعودية. وقبل أشهر كشف بن فرحان عن عمل عربي لصياغة حوار سيتم لا محالة مع دمشق، وذلك بالتشاور مع المجتمع الدولي. وصل فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين إلى تونس في زيارة رسمية بناء على دعوة من نظيره نبيل عمار، وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث لآخر المستجدات في المنطقة والعالم. هذا وكان وزير الخارجية التونسي في مقدمة مستقبل الوزير المقداد، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الخارجية التونسية. أجري اجتماع برئاسة المهندس حسين عرنوس ورئيس مجلس الوزراء، أجرى مراجعة وتدقيقا لمشروع خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال وآثاره على مختلف القطاعات، بما يضمن تأمين قاعدة بيانات دقيقة تشمل مختلف المعطيات التي تمكن الجهات المعنية بالعمل الإغاثي من القيام بعملها على أكمل وجه في إعادة تأهيل المناطق المتضررة وإعادة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية إليها. وأكد المهندس عرنوس أهمية خطة العمل في تنفيذ الخطط المرتبطة بإعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة من الزلزال، لتقديم كل الدعم للمتضررين لاستعادة حياتهم وتأمين فرص عمل لمن خسر عمله، مشيرا إلى ضرورة ضمان تنسيق الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية ضمن المسؤولية المشتركة لدعم المتضررين من الزلزال. أكد رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور محمد الكعبي أن العمل مستمر على مدار الساعة تضامنا ودعما للشعب السوري الشقيق، وحول عملية الفارس الشهم 2 التي انطلقت عقب الزلزال الذي ضرب سوريا. قال الكعبي في إحاطة إعلامية من اللاذقية إن دعم الإمارات العربية المتحدة لسوريا لم ينتهي في المطارات، وإنما أرسلت رجالا وخبرات وكوادر وطنية متميزة على مستوى العالم، مقدما التهنئة للشعب السوري بمناسبة عيد الجلاء. طبعا في بيتنا السوري، ونستعرض 70 يوم من العطاء الإنساني، 70 يوم من الدعم الأشقاء جراء الزلزال الذي أصاب هذه المحافظات، والحمد لله كانت هناك إنجازات طيبة، وانتقلنا من مرحلة الاستجابة الأولية إلى مرحلة التعافي. 176 جسر جوي، 3 جسور بحرية، 11117 طن من المواد المتنوعة، والحمد لله استعرضنا مع الشركاء في الهلال العربي السوري وكذلك في قطاع الصحة وقطاع التعليم
وبإذن الله مستمرين في تقييم المرحلة المقبلة، وإن شاء الله الدعم سوف يظل مستمر حتى تتعافى سوريا. يتم التنسيق ما بين المحافظة وفريق العمل الإماراتي الموجود بيننا منذ اليوم الأول والهلال الأحمر، حيث يقوم هذا الفريق بالاستجابة ومرحلة التعافي حاليا ودعم القطاعات التي تضررت جراء الزلزال، منها القطاع الصحي وقطاع التربية. فتم تجهيز عدة مراكز للصحة وتأمين المستلزمات من سيارات إسعاف مجهزة بشكل كامل وبعض التجهيزات الطبية التي كانت تفتقر إليها مشافينا العامة بشكل عام. مواد اللي إجت لسوريا من أشقائنا الإماراتيين كانت بالفعل هي بلسمة لجراح الشعب السوري، إخوتهم السوريين هنا على كل الأصعدة، من المساعدات الطبية والمساعدات الغذائية ومساعدات لطلابنا في المدارس، الحقائب المدرسية يعني التعليمية. أقام الاتحاد الوطني للمغتربين السوريين في السويد وأوروبا احتفالا في ستوكهولم بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية العربية السورية، عيد الجلاء المجيد الذكرى 77 لطرد المستعمر الفرنسي عن الأراضي السورية. وأكد الدكتور جابي إيشو رئيس الاتحاد الوطني للمغتربين السوريين في السويد وأوروبا إلى أن أبناء وأحفاد الجيل الذي انتزع الاستقلال من المستعمر الفرنسي لا يزالون يسطرون ملاحم النصر، هذه المرة على الإرهابيين والمرتزقة الذين جاء بهم من كل أصقاع الأرض ليعيثوا إرهابا وخرابا وفسادا وتدميرا لمقدرات وطننا الحبيب. وأشار المتحدثون في كلماتهم إلى معاني انتصارات نيسان وتجسيدها اليوم على أرض الواقع في وجه المشروع الغربي الرامي إلى جعل سوريا أرضا للأطماع الاستعمارية والصهيونية، منوهين بانتصارات الجيش العربي السوري في جميع أنحاء الأرض السورية. في مدينة مصياف بمحافظة حماة معاناة كبيرة يعيشها الأهالي نتيجة الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك وقدوم عيد الفطر السعيد، هو ما يفوق قدرتهم على تحملها وسط الضعف المستمر في القدرة الشرائية. غلاء كبير تشهده أسواق محافظة حماة بأسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك وقبيل قدوم عيد الفطر السعيد، غلاء يقابله ضعف في القدرة الشرائية للمواطن يجعله لا يستطيع شراء حاجياته الأساسية اليومية ليفكر فيما بعد بتأمين حاجيات شهر رمضان والعيد. تم تكثيف الدوريات أكيد بشهر رمضان، التكثيف الرقابي على كافة فعاليات البيع والشراء، مراقبة عمليات البيع والشراء في منطقة مصياف، من مراقبة عدم إعلان الأسعار وتداول الفواتير بين كافة حلقات الوساطة التجارية. والفترة القادمة، الفترة القادمة إن شاء الله فترة أعياد، هي سيتم التركيز على المحلات التي تقوم ببيع كل ما يتعلق بمستلزمات العيد من مواد، من حلويات وأحذية وألبسة وما شابه، طبعا هالحكي بالتوازي مع مراقبة محلات المواد الغذائية سلامة الغذاء خط أحمر. نحن نتمنى المواطن يتعاون معنا، امتداد مصياف وقراها على مدى واسع، ومع ذلك أي شكوى لو على الهاتف دوريتنا خلال نصف ساعة بتكون عنده وينظم الضبط مباشرة. الدخل المحدود الذي لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار اليومي هو ما يعاني منه المواطنون، لا سيما أن ارتفاع الأسعار لا يتوقف عند سلع بعينها إنما امتد ليشمل جميع السلع. والسلطات التموينية في أسواق مصياف تطالب المواطنين بتعزيز ثقافة الشكوى ليتسنى لها ضبط الأسعار مع استمرار تسيير دورياتها على المحال التجارية. التموين موجود بالشكل موجود، بيجي بده يحاسبك على شيء ان تكاليفك اعلى منه. تحت منطقة اعطيني فاتورة، واللي بده يعطيك فاتورة ريبط حاله بمية قصة. المشكلة اكبر من قصة مشكلة مواطن. القدرة الشرائية عنده ما عم تتأقلم مع ارتفاعات الجنونية للأسعار. يعني الأسعار، السكر، الرز، الماعون، الزيت، كلها نهائيا يعني ما فينا عم نشتري. كل ما عم نقدم لقدام يعني الوضع سيء، ما في رحمة. الأسعار عم نبيع ولانا خلصانين، غلى كتير. اليوم البندورة قبانة 3 3200، الفاصلية ب 12 قبانة.
كله غالي. نار نار شيء هذا مو فاهم معه ولا شيء لا تاجر. لسه بدي اركب الواحد جوانيح ويطير بالجو. تيجي تاكل حلو بعد الفطور تتنقرش هلا يا دوب انك فيك عم تاكل. في زيادة طلب على المواد. دائما بهالشهر الفضيل بيصير زيادة طلب وبيصير ارتفاع على الاسعار كل سنة مو بس السنة. السنة مختلفة عن كل السنوات. اول شهر الكريم شيء وهلا الاسعار شيء. الى الاعلى. ما بين الدخل المحدود وضعف القدرة الشرائية من جهة وارتفاع الأسعار التي لم تتمكن الجهات المعنية من تثبيتها من جهة أخرى، يبقى المواطن حائرا ماذا يفعل في ظل هذا الكم الكبير من المعاناة، لسيما وأنها فاقت القدر المستطاع من التحمل بأضعاف كبيرة. أصيب مستوطنون في عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، وذكر إعلام العدو أن قوات الاحتلال طلبت من المستوطنين في الحي إغلاق المنازل وعدم الخروج منها بعد الحادثة، مشيرا إلى عمليات بحث واسعة ومكثفة عن منفذ العملية الذي تمكن من الانسحاب بعد تنفيذها. أصدر رئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قرارا بالعفو عن كل من يضع السلاح من قوات الدعم السريع، وسيتضمن ذلك استيعابهم في الجيش. وفيما تواصلت الاشتباكات في الخرطوم وأمدرمان وسط تحليق للطيران الحربي، أظهر مقطع فيديو النيران وهي تلتهم طائرة مدنية في مطار الخرطوم. وفي التطورات أعلن الجيش السيطرة على الموقف ودخول مرحلة حاسمة على مستوى العمليات مع عدم علمه أو تنسيقه لهدنة أعلنت عنها قوات الدعم السريع. هذا وسط أنباء عن سيطرة الدعم السريع على نحو 70% من إقليم دارفور. كذلك تعاني مستشفيات السودان من أضرار جسيمة، هذا وتدفق جرح معارك الشوارع على مدار 3 أيام إلى مستشفى الخرطوم التعليمي الذي كشفت إدارته عن نفاد الإمدادات، ومن ثم إغلاقه مع 5 مستشفيات تضررت من جراء القتال أو لتعذر الوصول إليها من مجموع 20 مستشفى في الخرطوم وأمدرمان، علاوة على الانقطاع المتكرر للكهرباء أو المياه. أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين تفقد مقرين للقوات الروسية على محوري خيرسون ولوغانسك، واستمع إلى تقارير القادة العسكريين الميدانيين حول سير العمليات العسكرية. وطلب الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع القادة العسكريين في مقر مجموعة دنيبر على محور خيرسون إبداء رأيهم بشأن الوضع في اتجاهات خيرسون وزاباروجي، واطلع على التقارير العسكرية من قائد القوات المجوقلة في الجيش الروسي. كما قدم قائد مجموعة دنيبر وقادة عسكريون آخرون تقاريرهم المرتبطة بالتطورات. كذلك زار بوتين غرفة عمليات مجموعة قوات فوستوك في لوغانسك. أعلنت الدفاع الروسي نشر الغواصات النووية الاستراتيجية متعددة الأغراض في المحيط الهادئ كجزء من عملية التفتيش المفاجئ للجاهزية القتالية لقوات أسطول المحيط الهادئ، فيما تم ضمان خروج الغواصات النووية من قاعدة كاماتشاتكا بواسطة كاسحات الألغام البحرية لتشكيل سفن حماية. وأيضا في إطار الاختبار المفاجئ لجهوزية أسطول المحيط الهادئ، أعلنت الوزارة عن مناورة نفذتها قاذفة استراتيجية من طراز تو 95 MS فوق المياه المحايدة
لبحري بيرينغ وأوكوتسك. أقيم في العاصمة الإيرانية طهران استعراض عسكري كبير للجيش الإيراني احتفاء بيومه بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي وكبار قادة القوات المسلحة. وتشارك في الاستعراض الوحدات القتالية والمدرعات التابعة للقوات البرية للجيش ومقاتلات القوة الجوية وأسلحة وأنظمة الدفاع القوى الجوية والمعدات البحرية المحمولة. كما سيتم عرض جزء من الإنجازات والمعدات الصاروخية والجوية والبحرية والبرية والمسيرات الإيرانية، فيما سيقام عرض للوحدات المتحركة في مراكز المحافظات الأخرى في البلاد إضافة إلى العاصمة طهران. إلى عناوين هذه النشرة: ابن فرحان في دمشق بعد أيام من زيارة المقداد لجدة. استمرار المواجهات في أرجاء الخرطوم والوضع في مشافي العاصمة حرج مع النقص في الإمدادات. في سياق التفتيش المفاجئ، الدفاع الروسي تعلن نشر الغواصات النووية الاستراتيجية في المحيط الهادئ. ختام هذه النشرة، شكرا لكرام المتابعة، بأمان الله.